يو جايز، في هذا الفيديو غادي نرسم غير بالستيلو الزرق، غير بالستيلو بيك. اوكي، قبل ما نبداو الفيديو، الا كان كتشوف واحد الانواع ديال الفيديوهات ديال الرسم وديال الفن، فانا كنت نرجع الحوايج اللي متعلقين بالرسم و بهادشي ديال العالم الفن. سو غادي نبدا البورتري بهاد السيد اللي كتشوف قدامك دابا، هي ممثلة امريكية. المهم غادي نبدا البورتري بها، ولكن ما غاديش ندير بوحدها باش ما يجيش البورتري خاوي بزاف، غادي نزيد شي حوايج بحال شي حاجة بحال النساء واش لعيبة بحال هكا باش يجي الطابلو عامر وعاطي العين. ليتس جو. دابا غادي نبداو السكتش ديالنا، عاد غادي نرسم بالستيلو. سو انا كنرسم غادي نعطيكم غوزيم على هاد الاكتريس، هاد الممثله اللي غادي نبدا نرسمها. سو الكساندرا دي داريو كانت تشايلد هود ديالها عاديه بزاف، مي منين كان خاصها تمشي للهاي سكول مشات للهاي سكول ديال البنات صافي، يعني جنس واحد، مي هي كان عزيزة تدوي مع الدراري وتواصل مع الجنس الاخر. افتر ذات سالات من الهاي سكول ومشات قصدات هوليوود. مي قبل ما تمثل في اي فيلم كانت مثلت في فيديو كليب مع ماجن دراجونز اللي هي فرقة موسيقية في امريكا، في واحد الاغنية سميتها راديو اكتيف، وهادشي اللي زاد من الفرص ديالها. من بعد في 2010 مثلت في فيلم سميتو بيرسي جاكسون اند ذا اولمبيانز اللي كان فيه جوج اجزاء، ومن بعد في 2017 مثلت في فيلم سميتو باي واتش مع دوين جانسون هو المصارع السابق للروك، ومن ثم انطلقت البداية ديالها. ودابا نخليكم مع الفيديو.